نحتفل بالمرأة المغربية بصفة عامة، ولكن المرأة العاملة وماشي غير المرأة العاملة، العاملة كما قلت من نوع خاص، المرأة العاملة في قطاع النظافة، يعني المرأة اللي كتنوض مع الخمسة الصباح وتوجد في الدور لوليداتها وتقاد عاد تخرج للسيكتور ديالها 8 السوايع، يعني ماشي عمل بسيط. هذا العمل اللي عمل شاق اللي كيشتكي منه الرجل كيشتكي منه، المرأة كتأديه بكل تفاني وإخلاص. ونهنئوك على التفاني ديالك وعلى الإخلاص ديالك في العمل ديالك، وبالفعل تبتات بأنها بحالها بحال الرجل، ونقدر نقول تبتات بأنها أكثر تفاني من الرجل أحيانا. تختارت كملكة الجمال عيد كملكة الجمال في نظافة أوزون، اليوم عيد المرأة رحنا كنحتفلوا به، وكنقول كاع العيالات المغربيات خصكم تحتفلوا، راه عيدنا هذا، وكاع العيالات اللي خدامين في نظافة أوزون كنقول لهم تبارك الله عليكم، هذه الخدمة اللي كتخدموها ما يخدمهاش حتى شي راجل، وتبارك الله عليكم بزاف بزاف، وعيد مبارك سعيد كاع العيالات المغربيات. فنانة محبوبة صاحبة الابتسامة ونظافة البتراوي، دائما تحسن التشيقات الحارة ديالكم، أحلى تحية لأحلى رئيس. وتنتمناو هذا الشيء يعني ما يكونش من السنة للسنة، يكون من شهر شهرين يدار، ويكون فيه تنشيطات ويعيطوا لينا ونجيو نحيو معاهم زعما دائما كل شهر نجيو نحيو معاهم سنة الرحيم، ونعملوا لهم احتفالات يعني بالمجموعات ديالنا، ونغنيو لهم ونفرحوهم اكثر ان شاء الله. اليوم انا فرحانه بزاف لانني كنت كنتكرم وسط سيدات النظافه، هاد النساء الشريفات المواطنات، عيالات وجدات يناضلن من اجل لقمه العيش، من اجل تامين عيش كريم لابنائهن ولاسرهن، فما يمكن لي الا نكون فرحانه وفي تكريمهم وتكريم لكل امهاتنا وكل بناتنا، يعني كل المراه المغربيه. طبعا الاحتفال ماشي غير يوم 8 مارس، اليوم احنا تجمعنا غير باش نذكروا بعضياتنا بالانجازات اللي كنقوموا بها السنه كامله، 365 يوم كل المرأة المغربية تشتغل تناضل تعمل بعرق جبينها بالحلال، واليوم 8 مارس كنجمعوا باش نعرفوا بعضياتنا فين وصلنا في الخدمة في العام كامل. فتحية كبيرة لسيدات النظافة، هم ملكة جمال، هم شريفات عفيفات مواطنات اللي خطاهم علينا. كيحصل لي الشرف كفنان نكون ضمن الحضور لهذا الحفل بصراحه، اللي انا بدا حرك لي بعض المشاعر، لان المراه المغربيه والمراه اللي كتعمل في ميدان النظافه شي حاجه اللي كبيره كمراه مغربيه ومشرفه، ورغم المتاعب ديالها كنشاهدوا المراه الصباح بكري ملي كنتمو جايين مثلا من الحفلات كنتلاقاو بالنساء عاملات النظافه كينظفوا لنا الشوارع ديالنا، وكنشد بايديهم بحراره تنقول لهم تبارك الله على النساء المغربيات اللي كيشتغلوا في هذا الميدان، وتنقول لهم مزيدا من التألق وعمر مديد، والله يخليكم لينا والله يطولنا في عمركم جميع النساء المغربيات. وفي حد ذاته شعور جميل، الحمد لله كنشوفوا هاد البادرات اللي كيقوموا بها اللي قامت بها مجموعه اوزون، الحمد لله هذا راه خير كثير، بان كنشوفوا اول مره كنشوف انا مراه النظافه تكرم بالمغرب، وهذا كنتمنى من الله سبحانه وتعالى انها تكون ماشي اول مره او ثاني مره، نبغيوها تكون دائما وتكون كل عام وكل شهر. المرأة فيها الأم، فيها الأخت، فيها الـ 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 الإبنة، فيها يعني المرأة شي حاجة مقدسة بالنسبة للمغاربة.